الله أن حريستي وها حوالها دولية كبرية مجالة هرجيسة عاصمة سومالي لان مانتا أسخرون لوغو سميي مرحوم علي إسماعيل علي فارح ولو يقاني علي دوبتو او سوطن كيسا نظود ودن بي كسو شقين جري وحبرشة سومالي لان أسقو وسارد وحبرشة سومالي لان كسو قبطي حلال كالدوين وحانا أسق مرحوم كان كسو قيب غلي وسيرو معلمين أردي فنانين أقويهنو يسيدو كالدوين كالدوين وطيرا بادن وقورين وحال كاسكا اللي مسؤولين كالدوين مرحوم كاسو وداقاتين جيديك وحبرشة أيقو سيقو تديرو نحنحصدي سويال كي تاريخيات مرحوم كا إيكالي تلاحات كالو كاكاكيري وحبرشة سومالي لان وحانا هذا اللدو دي كوريا سقال بقول استديا فرتنكي أيو كل شيء واحد كل ديجان كأدوينة خاصة حاحيك هل كأيو كبر باري وحبرش ديسي ملعمد قران كدكسجيسي وصدح أدوينة أيو واحد كل كبحي ويدي أردد على أيها إسماعيل وعلي فرح في قصة كل حسن الوحام علوين واحد نسبرني أفري اللي حدنك يكون سقال بقول يا أفري اللي حدنك أنو يريرو مع اللي نبغى نلاطها وبري يفكو يميل الرياب أنا سقط تجني هل كي بان سوى ده لما يسني مع اللي نبغى معلم بان وده قاله إسماعيل علي فارح وعان كويه نين سوشيرا أو فرحانة أو نعلو الكسيد لهين أو معان أنت أنا وحكومة شقيني وحبرشدهم معلم بوها وحشوقي قال لها هرقيسة يقبضنا markii koonfurta la kala geeyay macallimiinta la kala bedbedelay mooyaane markaasoon bay dhab tagnay oo ahayd 27kii 1917kii dariiqada haaxiyad buu ahaa nin aad iyo aad loogu soo deexda ayuu ahaa oo dadku u yimaado ubadku ka tagay wuxuu ahaa 9 inan iyo 3 hablood shalay baanu anagu wada joognay oo aanu ku kala hadnay 17kii 20 mirid خيريدا وحالي صور شيغي هبين عبد الله إبراهيم حاج حسن باي صور شيغي إنا لله وإنا إليه راجعون مدى ما أنت سقوت من نوح كم ركع عيسى نكاسي قيمة ولا هي قاية ولا وسارة وحبر الشدة سومالي لان إيا سومالي دي هربا نكا مددي أنو يعني يمكن شغين إن رنتي نشرف له وحشودة وأسترن وبرسميا أيوة حق وحبر الشدة وحيقنا جيستو ذا غوب تاسي هذا لك لدوان كاتشيدي قار كاميدا حبنه قولها وسيرة حكومة دي كالدنبية سومالي لا يتحط ترادة هايسا أيقو مرحون كوغت تعسيدي إيه الذي قويس كي قرابة دي إيه شعب كسومالي لان قارهان بهد وسارة وحبر شدا إيه مرحون كان كبحاي إسلام ماركا أنا فاهي سيدي هاقر لآن تهيد إيه مرحون كوغسو شقيي سويال كوحبر شدا سومالي لان وحنا هذا اللذو ذي كم إذا ها؟ أنا قرديد سبحانه هين رأي بدوه يهرب شو قرنا قرديد سبحانه هين رنتي معلن كاسو واحد دريم كريسة قيمو لها ما أنت صوب حد نقول له حباش سال لقارك حباش سال يلا قارك قيمو لها واحد هالك رنتي تعسي يدعو يو رنتي سيد النبي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولها مارتي وش تعسي ذي وقت تعسي ذي نيا وبتكيسي يوريه سي iyo dhamaan ba maxan ku raadayay bahda waxbarashada ee Soomaaliland iyo guud ahaan ba dadka af Soomaali ku hadla Ismaaciil Cali Faar macallin booha qofka macallinkana inta badan waa dadka dhalkoodu u waaro dadka dhalkoodu waaro waayo qof wax waxbaray oo qofkaasi u soo duceeyay ayaa inta badan oo waxyaabaha la iska dhaxlo marka laga tago sadaqa tijariya iyo waladu saaliyad culahu iyo qof uu dhalay ehelkiisa kamid uu soo duceeynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan leeyahay in Ilaahay ka baryana mar walba iyo saacad kastaba in Ilaahay jannada fardowsa geeyo class baan u ahayn isku arday baan u ahayn isku school baan u ahayn isku aqal baan u saaxan jiray anagoo boarding ku wada jira intii ka dambeysayna 4 iyo 6kii baan isbaranay intii ka dambeysayna saaxiib baan u ahayn aad u wanaagsan aad baan runtii beeridisa uga naxay ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiyo wuxuu ka mid ahaa dhexdhexaadiyaasha haday laba macallin dagaalamaan haday laba maamula murmaan haddii cid uun madaxda sare ee wasaaradda ama cid uun waxa waxaa ninka kaliya dhex carara ee runtii ma taqaana marka waxaa macallin sidii wasiirku ba sheegay ama dadku ba sheegay horta macallin ummadeed buu ahaa runtii runtii wuxuu ahaa nin aan waqtigan sheegay 1975 markaan ugu tagnay baydhabo
إن الله أنت يدي كتكت حقا إن قبلده وقوي قدرن سجان قابلون السودوي حتى أفق ما يميجو كاتشري يعني فرفنان تسو حكمي ده هيد مقالة بيدبوك شقيني ولا ولا برورت ما أنت روتي اللي جسوا بدلي واحد حفيز امتحان هاند ما أنت نقاضي وحكمي ده هرونت رج تيرك ووين أحفيز كامتحاناتك إن هذا عدنا الدريم تشرين سيدو يعني سرت امتحاناتك waxaa noogu muhiimsan ninka noo hayn jiray baa runtii cidowgeedna ma jirto aan macaali ismaaciil ilaahay ha u naxariisto ehelki iyo qaraabadii iyo dadkii ka tagayna runtii alla muxuu ahaayay samir iiman allah ka siiyo waxa runtii de wuxuu ahaa adoon saalix ah oo ahaa xalay uu soconayay magribkiisa fiican buu u tukaday waxaanuna mu qabin buu tuqaf la ku yimid marka qofna de goor roo iman doono ma ogin marka mooto qof lahaa nabiga kaleey salaatu salaam ka duceysta abdi samad ali ahmed star tv hargeysa